تدريباته بعد الراحة اللي حصل عليها امبارح عقب الفوز على أسوان. علشان كده عايز أروح سريعا لزميلي العزيز شريف شعبان رئيس القناة الأهلي من استاد مختار التتش عشان يطمننا ويقول لنا على استعدادات النادي الأهلي وبدايتها لمباراة القمة. يا شريف أهلا بيك. اهلا بك، تحياتي ليك يا زميلي امير ولديوك وطبعا لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله يا رب يكون اللي جاي كله انتصارات للنادي الاهلي، باذن الله يكون الفوز يوم السبت من نصيب النادي الاهلي. يمكن الله. من خلفي لاعب النادي الاهلي يمكن مش اجازه، يمكن نصهم كان اجازه والنص الثاني كان بيجي يتاهل امبارح، كان في ريكفرنج امبارح لبعض اللاعبين وفي الجيم في المختص. يمكن النادي الاهلي ما اداش لكل اللعيبه اجازه، ادى لبعض اللاعبين والباقي كله كان متواجد امبارح. معاك زميلي امير لو اي استفسار انا معاك اجاوبك على كل اسئلتك. طيب انا عايز اطمن على الحاله المعنويه للاعبي النادي الاهلي عقب الفوز على اسوان وقبل مباراه مهمه طبعا زي مباراه الزمالك. انت موجود في ارضيه الملعب، وصلت لنا الصوره والامور بالنسبه للفريق ماشيه ازاي؟ يمكن انا قابلت كذا لعيب قبل بدايه المران طبعا، والكل الحمد لله يمكن متفائل بالمرحله المقبله. يمكن فوز اسوان ادهم دفعه معنويه كبيره قبل مباراه يوم السبت، باذن الله يا رب باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. الكل مركز، الكل عاوز يصالح جماهيره عن الاداء اللي مش كويس. وزميلي امير خليني اقف على الحته دي بالذات، يمكن التوقف 5 شهور كتير جدا، يمكن فتره اعداد جديده ما حصلتش في يمكن في مصر من سنين، ان اللاعب يقعد 5 شهور سلبي ما يتمرنش حتى ما يلعبش كوره خماسي مع اصدقائه. فلاعب راجع من بيته بعد 5 شهور توقف منتظر منه ايه؟ العالم كله تاثر بجائحه كورونا. فصبرا لكل جماهير النادي الاهلي، مع الوقت هتلاقي النادي الاهلي بيلعب كورته الجميله، مع الوقت هتلاقي النادي الاهلي بيلعب الاداء الرائع اللي كل جماهير النادي الاهلي منتظراه. فده اللي مخلي الاداء مش راضي بعض الجماهير، وفايلر ارضا مش راضي على بعض اداء لاعبي النادي الاهلي، وبيتكلم معاهم ان لازم يخرجوا كل ما لديهم في الفترات المقبله. وطلبهم طبعا من خلفي بالتركيز في مباراه يوم السبت والفوز على الغريم التقليدي طبعا فريق الزمالك، وباذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. عاوز بقى اطمنك على ملف الاصابات. الناس كلها بتقول الشيخ خارج مباراه الزمالك، الناس كلها بتقول جيلاردو. ملف الاصابات ده مهم قوي، يا ريت توضحه للناس كلها دلوقتي بتسمعك. جمهور النادي الاهلي عايز يعرف تفصيل تحديدا فيما يتعلق باحمد الشيخ وفيما يتعلق بجيرالدو. يمكن جيلاردو المفروض انا سالت طبعا دكتور اسامه جيلاردو وضعه ايه، قال لي جيلاردو وصل امبارح النادي الاهلي، عمل جلسه امبارح، عمل جلسه النهارده الصبح، عمل جلسه النهارده يمكن منذ حوالي نص ساعه. جيلاردو بيجري من خلفي الان، يمكن هتعمل له تيست بعد الجري. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي باذن الله باذن الله باذن الله جيلاردو موجود في مباراه القمه بنسبه تفوق ال 95%، ويكون الرؤيه الفنيه طبعا لمستر ريني فايلر. يمكن جيلاردو من خلفي بيجري التيست اللي هو اللي هيجري حوالين الملعب ويشوف في تاثير في العضله الخلفيه ولا لا، ولكن بعد الاشاعه بعد الكشف عليه يمكن الشد في الخلفيه بسيط جدا جدا جدا. ده بالنسبه لجيلاردو، فبطمنك باذن الله هيكون بنسبه كبيره جدا متواجد طبعا طبقا لرؤيه مستر ريني فايلر. اما احمد الشيخ بالفعل امبارح عمل جلستين، والنهارده عمل جلسه الصبح وعمل جلسه منذ قليل بنسبه كبيره جدا. ايضا احمد الشيخ هيكون متواجد في مباراه القمه يوم السبت، يمكن الاثنين بالتحديد بيسرعوا او بيسابقوا الزمن عشان يكونوا موجودين تحت امر ريني فايلر، وبنسبه كبيره زي ما دكتور اسامه قال لي هيكونوا باذن الله موجودين. وبتمنى ايضا السلامه للاعبنا محمود متولي اللي هيجري جراحه الرباط الصليبي بعد قليل، وان كان الكابتن سيد سالته عليه قال لي لسه هيجري العمليه كمان ساعتين ونص 3 ساعات بالكثير في احد المستشفيات في مصر، بناء على طلب اللاعب اللي هو عنده ثقه كبيره جدا في البروفيسير. انا بقول بروفيسير لان الدكتور احمد عبد العزيز من اكبر الدكاتره في العالم في اجراء هذه الجراحات. ويمكن الدكتور احمد لما كشف على ركبه اللاعب قال لك الركبه الاربطه جميع الاربطه يمكن معظم الاربطه في ركبه اللاعب سليمه، وحط تحتها مليون خط سليمه، يعني طلب بسرعه اجراء العمليه عشان خاطر كل ما بتسرع في اجراء هذه العمليه في رجوع اللاعب بتبقى اسرع شويه نوعا ما، والمضاعفات بعد العمليه بتبقى اقل جدا، يمكن تكاد تكون مفيش صفر خالص، لان ما بقاش في رشح في الركبه، ما بقاش في ورم في الركبه. فباذن الله محمود متولي اختياره كان موفق ان يعمل العمليه باسرع وقت، وهيعملها النهارده باذن الله. بنتمنى له وبندعي له باذن الله يرجع سالما للنادي الاهلي. جماهير محتاجاه، اللعيبه محتاجاه، الجهاز الفني كله كان حريص يكلمه في التليفون، وانا عندي معلومه ان كله هيبقى حريص ان هو يذهبوا طبعا الى المستشفى عشان يطمئنوا على صحه زميلهم. يمكن حسين الشحات في 3 4 ايام وهيكون متواجد هنا في النادي الاهلي عشان تعمل له بقى
البرنامج الاخير تاهيل صبح وبالليل عشان خاطر يرجع مع باقي زملائه. محمد محمود خلاص في البروتوكول الطب طبعا لازم ينفذ المده، بروتوكول طب عالمي الاهلي بيتخذه عشان خاطر صحه اللاعب وما ترجعلوش تاني الاصابه اللي عندها ديت. فباذن الله خلاص بتتكلم في ايام بسيطه باذن الله ويكون موجود مع باقي زملائه في الملعب باذن الله. باذن الله يكون اللي جاي كله خير باذن الله، بس لعنه الاصابات تبعد عن لاعبي النادي الاهلي لان تولي المباريات وضغط المباريات فبيضطر اللاعب يعمل اوفر طبعا فوق الزياده او فوق الطبيعي، فباذن الله اللي جاي يكون خير باذن الله. شريف اخيرا عايز اسالك، هل تحدد برنامج الفريق حتى موعد مباراه القمه؟ هل هيبقى في معسكر مثلا 48 ساعه ولا هيبقى الامور ماشيه بشكل طبيعي معسكر ليله المباراه مباشره؟ الى الان الكابتن سيد عبد الحفيظ ما صرحش اي حاجه، ولكن من الشكل العام ان بكره غالبا التمرين هيكون بالنهار، لسه مش اكيد ولكن الاقرب لان بكره اجراء المسحه الطبيه طبعا طبقا للبروتوكول الطبي ما بين وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه. فالى الان الكابتن سيد ما صرحش، ولكن من الشواهد كلها بتقول لا غالبا هيكون معسكر يوم واحد، ولكن هنتاكد برضو بعد تصريحات مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ باذن الله. انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي كان معانا من استاد مختار التتش عشان يطمننا على